النهارده ذكرى ال 64 لثوره 23 يوليو، كل عام وحضراتكم بألف خير. بالمناسبه دي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه تلقى برقيات تهنئه من زعماء وملوك الدول العربيه علشان المناسبه دي، منهم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والامير صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، جميعهم ارسلوا رسائل تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، أكدوا فيها عمق العلاقات بين بلدهم وبين مصر وكمان الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية. أما ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر النهاردة فتوافد عليه عدد من المواطنين زي كل سنة علشان يحيوا الذكرى 64 لثورة 23 يوليو. على هذه الذكرى بينضم لي عبر الهاتف الأستاذ أو الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث في جامعة حلوان. أهلا وسهلا بك يا دكتور، مشرفني بكل تأكيد. أهلا وسهلا. بعد 64 سنة من قيام ثورة يونيو، إيه اللي تبقى منها حتى الآن يا فندم؟ لا هو هي ثورة يونيو للأسف الشديد انتهت بوفاة جمال عبد الناصر. يا لأن ليه بقى؟ لأن نظم الحكم التالية تخلت عن فلسفة الثورة من حيث دور الدولة في الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ودخلنا في الأجندة الأمريكية بالنسبة للمنطقة، ولهذا فإن ثوار 25 يناير كانوا يرفعون شعارات ثورة 52 للعدالة والكرامة والعيش الحريق، لأن لو معناها أن هؤلاء الناس كانوا يفتقدون هذه المبادئ، لأنها لو كانت موجودة على أرض الواقع ما كانت تقوم ثورة أو ما كانت ثوار يهتفون لها. دي أمر واقعي في فهم الحركة الجماهيرية، لا أحد يدعو أو يطلب شيء موجود لم يبقى نوع من العبث. إذا عندما أطالب بالحرية معناها غير موجود، عندما أطالب بالعدالة والكرامة معناها غير موجود. هذا هو المعنى وهذا هو قيمة ثورة يوليو، ولهذا المصريون الذين تظاهروا فيما بعد مع ثورة 30 يونيو رفعوا صورة جمال عبد الناصر. بالتأكيد. وهذا هو طيب. المعنى أنهم يريدون استعادة ثورة يوليو مرة أخرى. طيب دكتور عاصم، يعني نقدر نقول اللي غيرته، لو نفكر أهالينا الكرام في البيوت، اللي غيرته ثورة يونيو في يوليو 23 يوليو في المجتمع المصري؟ كتير جدا جدا. أولا لازم تعرف أنه الثورة قضت على الإقطاع وعلى سيطرة رأس المال على الحكم، وأصبحت مصر مستقلة ذات سيادة بعيدة عن التبعية للمعسكر الغربي الرأسمالي الذي كنا فيه منذ الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882. فهي ثورة العزة والكرامة. بس الجلاء كان 54 مش 52 يا فندم. لا 52 مول الثورة. ما أقول يعني دخل الثورة فرضت على بريطانيا أن تخرج. بينما السياسيون السابقون من حزب الوفد وغيره فشلت مصادراتهم مع الانجليز لانهم الطرف الضعيف، انما مع الثوره الطرف اصبح قويا واجبرت بريطانيا على توقيع اتفاقيه جلاء للخروج بعد 20 شهر من التوقيع في 54 ومشوا في يونيو سنه 56. دي كلها مكاسب لا يدركها الا الذين عاصروا هذه الثوره او الذين درسوها او قرأوا عنها في التاريخ. طيب بعد 64 سنة ما زلنا لغاية دلوقتي لو حضرتك تدخل مواقع التواصل الاجتماعي وهي الأقرب للتواصل ما بين المصريين أو حتى في أحاديثهم ما بينهم وبين بعض، ما زال لغاية دلوقتي في ناس مؤيدة لثورة يوليو لغاية وقتنا الحالي وناس طبعا معارضة لثورة يوليو وشايفة أن هي كانت، في ناس شايفين ميزات كبيرة جدا للثورة وشايف ناس تانية شايفة أن كانت وبال على مصر وأنها أتت بأمور يعني أخرى غير اللي كانت بتهدف ليها في مطالبها. شايف ازاي هذا الانقسام حتى الان؟ شوف يا سيدي الفضل، الذين يعارضون ثوره يوليو او ما يعرف بحصول ثوره يوليو، هؤلاء اقدر اصنفهم لك في الذين اضيروا باجراءات الثوره التي قامت بها من اجل الجماهير. لا في ناس عاديه خالص، في ناس عاديه خالص بسيطه، لا مش مش اغنيه ولا اقطاع. سامعني حضرتك؟ اتفضل. اسمعني، ناس عاديه وقع تحت تاثير أجهزة إعلام كانت موجودة تشوه جمال عبد الناصر بدءا من منتصف السبعينيات. دي حقائق لازم تعرفها. إنما الناس اللي فاهمة ودارسة ما بتقولش هذا الكلام. رسوم ثورة يوليو كالآتي: أنصار الملكية الذين طبق عليهم الإصلاح الزراعي، الذين خضعوا للتأمين،
الاخوان المسلمين الشيوعيين انصار الاحزاب المصريه وفي مقدمتها الوفد اللي كانوا بيحكموا. هؤلاء فقدوا الارضيه في السياسيه في الحكم وبالتالي لم يعجبهم ابدا اي اجراء قامت به ثوره يوليو، بينما ثوره يوليو قامت من اجل الجماهير العريضه وليس كثره المجتمع الذي كان يحكم. وما زلنا حتى الان على خطى ثوره يوليو ولا خلاص بعد جمال عبد الناصر انقضى كل شيء؟ ما احنا بالله احنا بنحاول نستعيد ثوره يوليو بعد فتره حكم السادات ومبارك اللي هلموا فيها مكاسب ثوره يوليو. طب